السلام عليكم الإخوان الأخوات الأصدقاء، صباح الخير عليكم. يوم الاثنين ديرنيير مينيت الكانتي اللي غيكون في شونتي اللي رينيو لا ديستانس ديال 2700 بيس اون سابل فيبري، يعني كما كان شفنا جميع السيمانه ديال لي فافوري، تنظن من نهار الكرون ناسيونال دو تروت من موراها بقاو لي فافوري 13 عاود 13 عاود 13 عاود، اليوم 16 عاود 16 عاود غادي تكون بيست اون سابل فيبريك، يعني كاين لي توكار ديال لا كورس، وتنظن ان الباري تيرف غتحكم عليهم هنايا. دو شوفو كاينين هنا في الاعتقاد ديالي، اللي بغى يلعب لا باز ياخذ دو شوفو كاينين هنا في لا باز، يقدروا يجيو ثلاثة مي جوج لاباز، يتخطو جوج ديال لاباز، لكم الاختيار. حاليا الجران فافوري هو لو ديس، دوزيام فافوري هو لو ان، تروازيام فافوري هو لو سيس، كاتريام فافوري هو لو تخيز، يعني سانكيام فافوري هو لو كانز، يعني الخيول اللي غادا تمشي مرشحة الاخوان. كاينين خيول ما عمرهم داروا ديك الكانتيات، واخا تيبقى الكانتي من الكاتيجوري اللي ضعيفه، مي كاينين اللي جايين من كاتيجوري جد ضعيفه، ولكن مع الجوكر مع البروبريتير تيقدر يعاود يبلاصي. مثلا لوسيس عنده البيناليزاسيون ديال 4 كيلو، في نظري انا تيبقى الخوت بين قوسين داك السيس، واخا حطيته في السيليكسيون هما وبعض الخيول اللي غيمشيو فافوريين، لان فقط هذه سيليكسيون في ويت شوفو، لكم اختيار اخوان. وغادي نهضروا على الخيول الاخرى، هذه الباري تيرف 10 1 3 7 جيني كورس 10 كونتر اه، يعني واش غيجيو بجوج واش غادي يجي واحد؟ نورمالمون العود اللي تيبان ليا صحيح وخا لاكورت سيز هو اللاص، عود جاي من كلاس ان تيبان ليا هو السوليد، تيبقى العشرة تا هو راه جاري في التيران بزاف. عشرة العشرة لي كورس ديالو الكانتيات دار واحد لا سوربريز في الكانسور مير، وخسر في الدوفيل في 2500، وخسر في هاد البري هذا ديال العام اللي داز، كان دار 6 ايام، ولكن هو 20000 اورو، يعني تروازيام بروف كيجي فيها الكانتي، كيبقى عليه علامه الاستفهام فقط، واش كريستوف سوميو غيكون اون فورم هاد العود او غادي يبيع الماتش. والعود نقدروا نقولوا ليه النسبه ديالو راه ضعيف، ولكن مع كريستوف سوميو يقدر. بالنسبة لإخوان السيليكسيون ديالنا، أنديس حطيتها 3-4، عندي أحسن الخيول عندي هي 3-4 أوبليغاتوار، الخيول اللي مشكوكة كتبقى على 6 والسات والتريز والكنز، هادو كلهم عندي مشكوكين، مي الآن يقدر يكون كونفيون، و3-4 تقدر تكون كونفيون، وتبقاو خيول اللي تقدر تبلاصي كاتريال سيكيام، ممكن العشرة ممكن السيس ممكن السات ممكن التريز ممكن الكنز. مي اغلى عود في لاكورس غنحطو في لاسوربريز، اغلى عود في لاسوربريز هو الرقم 9 سبيد اوف الموتيفاتور، ربما كنت خطأت في الاف على ما اظن، سبيد اوف موتيفاتور نيميرو 9 لا سوربريز ديال لا كورس، اغلى عود في الكورس، اغلى عود جاري مع الخمسه في ديكانتيات سيزيام والخمسه سانكيام، جاري مع الرقم واحد كان شفافوري على الرقم واحد، مي يقدر مع هاد الجوكر هذا يقدر يبلاصي هاد العود هذا، راه في المستوى العود عود ديال الكانتيات يقدر ياخذ بلاصه، و الا خدا بلاصه غيخلص. هادشي اللي كاين الاخوان، تحياتي لكم ومع السلامه في الكانتي ديال المساء اللي غيكون في المونتي في الراون، تحياتي لكم وخليت لكم الراحه.